نمط التعليم والتدريب فيها من أجل التشغيل نمط فعلا عامل زي المدارس بتاعة أوروبا. طب خلوني هنا أخد معانا على التليفون سيادة النائب معتز محمود رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب. أهلا أهلا بيك يا سيادة النائب. ألو ألو سيادة النائب. أيوة فندم. إزاي الحال؟ كله تمام؟ الله يعزك يا فندم، ربنا يبارك فيك. ربنا يخليك يا سيادة النائب، كل سنة ومعاليك بخير وأنت بالصحة والسلامة. بمناسبة المولد النبوي وبمناسبة انعقاد الجلسة الأولى لمجلس النواب السبت الجاي إن شاء الله بإذن الله أول أكتوبر إن شاء الله بإذن الله سبحانه وتعالى حسب دعوة سيادة الرئيس طبعا بإذن الله بإذن الله. سيادة النائب، يمكن النهاردة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي اتكلم على تذليل المعوقات الخاصة بالاستثمار وتحديدا الصناعة، فإحنا نسأل هنا لجنة الصناعة بمجلس النواب وتحديدا رئيس اللجنة، أبرز هذه المعوقات اللي بنتمنى إن إحنا نقدر نتخطاها ومن ثم نشجع الجذب الاستثماري سواء إذا كان استثمارات وطنية أو استثمارات عربية أو استثمار أجنبي مباشر. أولا اسمح لي أبدأ بتوجيه الشكر للقيادة السياسية طبعا فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي اللي وضع كل مقومات الدولة في خدمة الاستثمار الصناعي، ولما نقول معاليك استثمار صناعي يبقى بنقول بنية تحتية، طرق، مياه، كهرباء، غاز. احنا على مستوى الجمهورية في عدد كبير من المناطق الصناعية تم الانتهاء منها في الفترة الأخيرة، ومنها انا على سبيل المثال وليس الحصر في محافظتي محافظة هنا في بنية أساسية اتعملت للعديد من المناطق الصناعية بتكلفة تتجاوز 3 مليار جنيه. وتكملة لهذه التكلفة المحاور المرورية اتعملت، والمحاور اللي بتربط الشرق بالغرب اللي قربت المدن الصناعية من بعض. يعني أذكر على سبيل المثال المنطقة الصناعية بهو والمنطقة الصناعية بإفت، الاثنين دول محور باسم فكري عمل ربط ما بينهم وما بين أقرب مطار بالنسبة لهم الأقصر وما بين أقرب ميناء طبعا ميناء سفاجة البحري. فده هيقلل تكلفة النقل وتكلفة المواد الخام والمنتج اللي هيخرج للتصدير او للمستهلك النهائي. صحيح. فدي من المعوق، وذلك يعني من عوامل التحفيز للاستثمار الصناعي. ده انا اللي بقوله على سبيل المثال لاني على مستوى كل المحافظات المحاور اللي اتعملت واللي كانت مكلفه بعض الشيء، لكن هي النظره الثاقبه والمستقبليه لبنيه اساسيه للصناعه. النهارده من غير طرق ومن غير محاور ومن غير تخفيض للتكلفه النهارده المنتج مش هتعرف تتصدر عشان خاطر التنافسيه، وبالنسبه للمستهلك برضو بيبقى اقل في السعر. دي حاجه مهمه وحاجه يعني فعلا زودت من مجالات الاستثمار وزودت من تحفيز المستثمرين ان هم يعني يقبلوا على هذه المدن الصناعيه. طيب هل ايوه اتفضل لا كمل 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 يا فندم. عاوز اقول حضرتك برضو ان احنا عندنا مصانع وورش وحاجات جديده فعلا دخلت، مش عاوز اقول سوق العمل في شهر 9 اللي فات. احنا عندنا منطقه صناعيه جهزت المرافق بمنطقه هو بنجي حمادي، انا عاوز اقول ان فيها 420 وحده جاهزين للتصنيع، اتحجز منهم فعليا 50% يعني فوق ال 200 وحده، وما زال الطلبات بتناقش. و ده حلو، لكن أنا يمكن سيادة النائب بتساءل، يعني حتى الرئيس اتكلم في هذا الموضوع قال هناك معوقات وإحنا عاوزين نزيل هذه المعوقات. في حاجات اتحلت زي ما حضرتك قلت، المحاور الرئيسية، مسألة إيجاد مناطق صناعية بالفعل، إمدادات المية، إمدادات الطاقة، كل ده شغال زي الفل، لكن إيه هي أبرز المعوقات اللي بتجيلكوا في اللجنة وبتحسوا إن دي بتعطل الاستثمار؟ ابرز المعوقات حضرتك الاستيراد بعض المواد الخام اللي بتحتاجها الصناعه، وده سياده الرئيس وعد بازاله هذه المعوقات وان فعلا المواد الخام تبقى متوفره، وزائد ان هو فخامه الرئيس بندور على منتج محلي يسد العجز اللي ممكن يتم يعني استيراده من الخارج. يعني النهارده احنا بنتكلم في مسلل ذهبي، ده يعني هيبقى فيه خامات فعلا كان اغلبيه الخامات دي بنستوردها بكميات كبيره. النهارده حضرتك بتتكلم على مسلسل ذهبي فيه معادن من الذهب والفوسفات وانواع كتير من المعادن دي هتوفر علينا في المواد الخام اللي كنا المفروض في جزء منها بنستورده من بره لمدخلات الصناعه. صحيح. النهارده في يعني عاوز اقول لحضرتك حاجه، المسلسل الذهبي عندنا في البحر الاحمر اتعملت مجلس الاداره تشكل وفي شغل هيبقى في الفتره الجايه هيقلل من معوقات الاستيراد بعض الشيء.
صحيح صحيح. انا بشكرك جدا سياده النائب معتز محمود رئيس لجنه الصناعه بمجلس النواب، كل سنه وحضرتك طيب مره ثانيه، وكلنا جميعا يعني بمناسبه المولد النبوي المبارك احتفلوا بيه ورجعوا العادات بتاعت زمان بعد اذنكم تاني.